ولا تبي تتهرب من العزيمة؟ أبا عزمت في أفخم مطعم. إيش تبين بعد؟ زين، أجل أروح أغير ملابسي وأجهز يا نظر عيني. يا سلام، روحي يا ريحانة وادي. أوريك يا أبو شباط، مو كفاية إنك ما عزمتني في زواجكم. والله إني أكل طيب. أي ما يحتاج. أتحداك العشاء الرومانسي، الأحلى اثنين رومانسيين. وجاب، شو جابك أنت؟ الحين ليه ما عزمتوني؟ مثلا إذا جيت باكل بيساري أنا. أقول، انقلع بس، انقلع على بارك الله فيك. ما نبي منقلع، بتعشى معكم عصافير. ما عندي ما عندي، ما عندي ما أمن. أمن؟ لا خلاص يبا أستسلم. يما كباب ششطة وأي حاجة. ها، أمسك. يا حلوة أنتي، ممكن رقم؟ أقول بس أخراني، إيش تبن؟ وش في الحلو زعلان؟ أنا أوريك. أقول بس أخراني، أحسن لك؟ وش في هذه النفسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد. لا، في المطعم أتعشى. إيه، وين بتكون أنت بعد ساعة؟ طيب طيب، أخلص وأجيكم. طيب طيب، حلو. أوكي أوكي. بسم الله. أتحداك يا الأكل البلوش. بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. دقيقة، خلنا نشوف هالقراشيع وش يسوون من وراي. عيال، عندي لكم موضوع بسيط. اقرأ انت ويا شوي. عامر هذا ما عاد ابغى اشوف رقعة